دايماً الفنانة أحلام بتثير الجدل، سواء بتصريحاتها أو بمظهرها أو حتى بملابسها. آخرها كان ظهورها وهي ترتدي باروكة مرصعة بالمجوهرات والماس، وده خلاها تتعرض لانتقادات وهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت كمان المطربة أحلام في الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بباروكة على الرأس مرصعة بالماس، كمان ظهرت بعدد من اللآلئ على رقبتها، الأمر اللي دفع الجمهور للانتقادات تجاه الصور دي رغم عدم تأكدهم إن كانت المجوهرات دي ماسية ولا مجرد زينة عادية. وده بعد ما ظهرت أحلام في حفلة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض بإطلالة مختلفة وغريبة، وتحديداً في الإكسسوارات اللي ظهرت بيها على المسرح. ومن أهم الإكسسوارات دي هو الحلق اللي كان يبدو غريب بعض الشيء. وبعد تداول صور أحلام على مواقع السوشيال ميديا وتحديداً موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انهالت عليها كتير من التعليقات الساخرة والسلبية بسبب حجم الحلق واللي لا يتناسب إطلاقاً مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية زي إنه في حجم النجف وليس حلق. وتعالوا بقى دلوقتي نشوف ايه هي ابرز المواقف المثيرة للجدل في حياة احلام. اتسببت الفنانة احلام في جدل كبير اثناء مشاركتها بالموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب Arab Idol. وقتها طلبت على الهوى مباشرة من ادارة كنتاكي تجيب لها بعض الوجبات، وصاحب ذلك العديد من الضحكات والاندهاش بين الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم. وكمان من ضمن مواقفها المثيرة للجدل، نشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام بعد وصولها لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل هناك. وظهرت الفنانة أحلام في الفيديو وهي بتقود سيارتها في أحد شوارع المدينة، وعلقت وقالت: جدة الخير عروس البحر الأحمر. الغريب بقى في الأمر إن تصرفها ده جه متناقض تماماً لتصريحاتها السابقة في سنة 2013، واللي رفضت خلالها السماح للسعوديات بقيادة السيارات داخل بلادهم، وساعتها قالت: أنا ضد السواقة في السعودية بلد الحرمين. أما الفنان راغب علامة فكان متواجد معاها في عضوية تحكيم برنامج Arab Idol، وأثيرت بينهم المشاكل سواء في كواليس عرض البرنامج أو بعده، وده بسبب ملاحظة أحلام أثناء عرض حلقات البرنامج إن راغب ونانسي عجرم بيضحكوا عليها وقت التصويت برأيها في المتسابقين. الفنانة أحلام اعتبرت إن ده سخرية منها، وزادت الخلاف بعدما ذكر راغب علامة إنه رئيس لجنة التحكيم. راحت الفنانة أحلام وكذبت الخبر وأوضحت إن اللجنة اللي تشملها هي وراغب ونانسي وحسن الشافعي ليس لها رئيس وكلهم سواسية. وصرح بقى راغب في وسائل الإعلام معلناً إنه انسحب من لجنة التحكيم وتم استبداله بالفنان وائل كفوري، ورحبت أحلام بالأمر ده جداً. ومن المواقف المثيرة للفنانة أحلام، فاجت أحلام جمهورها ومتابعيها بظهورها بالبيجاما خلال ترويجها لبرنامج سعودي آيدل. ونشرت أحلام عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وظهرت وهي مرتدية بيجاما باللون الأزرق، وهو ما أثار انتباه متابعيها، وعلقت على الصور قائلة: من اللقاء الأول مع السوشيال ميديا محبوب السعودية. وبالبحث عن سعر البيجاما تبين أن سعرها يتجاوز الـ 2500 دولار أمريكي. وفي الوقت ده ظهرت الفنانة أحلام بملامح أصغر ومختلفة تماماً، ورجح البعض قيامها بإجراء عمليات تجميل، وانهالت عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها وظهورها بملامح أصغر سناً، والبعض الآخر علق على ظهورها بالبيجاما.